اللي بتعمل للطارة العجل النيجر. العجل النيجر دي اللي هي العجل العشرين النيجر، اللي هي معمولة نظام سلك مش نظام جنط. النظام سلك دي بتشتغل بأكس بلش، هو الأكس العادي. في ناس بتيجي مثلا ايه بتسألنا، من الناس اللي بيجي يصلحوا العجل مثلا، يقولوا لنا احنا عايزين ايه، عايزين نغير الاكس الابوبيلي ده، مش عايزين، عايزين نلغيه نخليه اكس رمان. بيقولوا لي ينفع؟ اقول لهم اه ينفع، يعني ممكن الغي اللي هو ده من هنا كده. بس اول شيء بعمله، بعمل ايه؟ الطهارة. ايه الطهارة؟ انضف المكان، لازم انضف المكان ده كده من هنا. كده اهم حاجه في العمليه دي كلها النظافه. نظفنا المكان، هي دي اهم حاجه كده. الطبق ده انا بنظفه حلو. الطبق ده لو لقيته من مكان البلي القديم عامل مجرى غويطه مثلا، اعرف ان الطبق ده بايظ. فانا في الحاله دي اعمل ايه في الطبق ده؟ بشيله وانطره من هنا من عند السره، بحط له طبق جديد. برضه هجيب لكم برضه ايه حلقه ثاني، ان نركب لكم الاكس بالطباق برضه عشان اوريكم الطبق بيتفك ازاي وبركب ازاي. احنا هنا نظفنا هنا، ونيجي الناحيه الثانيه نظفنا. صلي على محمد. احنا طبعا نظفنا هنا الاثنين برضه، نطمن على الطبق ده. الكاميرا هنا مبينه لنا اهي الطبق حلو ونظيف تمام. بنعمل ايه احنا كده عشان نعرف ان الطبق هيمشي معانا ولا مش هيمشي معانا، فهو كده ينفع. فاحنا دلوقتي الطارة دي اللي هي الطارة السلك اللي هي النيجر، النيجر سلك، يعني مطلوب ان احنا نعمله النهاردة اكس رمان. هو ده الاكس، ادي الاكس اهو، في بيهم صمولتين من الخارج وصمولتين من الخارج، وادي بليتين اهو. بيركب ازاي؟ بيركب ازاي دولة؟ بنعمل ايه؟ بنضطر نفك الصمولتين دولة كده البلي، البلي بتاع اللي هو بتاع الاكس ده اهو مقفول من هنا ومن هنا. هو البلي ده اصلا داخله شحم بتاع بلاده، فاحنا كده كده مش هنفتح الاطباق دي ولا اي حاجه. ده بيركب على كده على بلاده على طول، بنركبه في المكان ده بالظبط. احنا بنعمل ايه بقى هنا؟ بنيجي عند اول شيء ده، بنظبط البليه دي مع الاكس في الحته دي اللي هي الحته المجرى دي كده. بنعمل ايه؟ اربط دي، انا بربطها اهي، انا بوريك بس الاكس بتعمل ازاي، اللي هو الاكس ده الرمان البلش ده، ادي الاكس. انا ربطت ايه؟ بعمل ايه هنا في الحاله دي؟ انا هنا نضفت تمام، اهم حاجه بعمل الاكس بدخله في الحته دي كده كده بثبته. الطبق نفسه معمول مقاسه على قد البليه اللي احنا عاملينها. بص محكومه ازاي؟ محكومه ايه تمام. بص انا مش بقى قوي، باجي الناحيه الثانيه بعمل ايه بقى؟ اربط شويه من الايه، من الاكس عشان اسحب الاكس ايه هناك. بعمل ايه بعد كده؟ انا البليه دي برميها فين؟ برميها في الحته دي كده. طب انا عندي في طول، مش هيطول بتاع البليه، ادي الاكس الابوظ بتاع في الطاره جاي لي مش ايه، مش واصل اخر. انا اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ اعمل ايه؟ ازق البليه كده، اطلع البليه كده واحط لها ورده في الحته في المنطقه دي. انا عندي ورده هنا تحت السره القديمه دي، دي ممكن اغطسها جوه كده. لما غرس كده بيديني ان يديني البلي دي تطلع بره كده، اقدر اربط ايه تاني. لو محتاج برده حاجه تانيه برده ورده تانيه، باجي الناحيه التانيه في ورده اهي برده عشان ايه السره، لما مش عايزها هي سره، باجي هنا في الحته دي بدي ورده دي في الحته دي عشان يطلع لي الرمانه دي بره شويه، يديني طول. انا عايز طول، انا بقى اروح ايه حاططها بقى كده كده. باجي هنا الناحيه دي، بيجي معايا ايه؟ بيجي معايا الصامولة دي، اقدر اربطها كده. كده كده الصامولة ايه؟ اتربطت كده. بجيب، حاول اجيب زرارية من هنا او مفتاح معايا مثلا اللي هو رقم 17 من اعداد الصامولة، واقدر اعصر ايه؟ الاكس كده. فالاكس ايه كده؟ ركب معايا. بص مفيش هزة، والاكس بص ماشي ازاي؟ بص ميه ماشي تمام. حتى لما الف الطاره، هو طبعا هيرجع شويه بالكاميرا عشان اوريك الطاره وهي بتلف وانا ماسك الايه، وانا ماسك الطاره، هتلاقي الطاره حتى ماشيه. بص بص انا ماسك، بص ماسكها بكل سهوله ازاي، ماشيه يعني
يعني بسرعه. دي ان البلي الرمان يعتبر يعني حلو في كده، والبلي برضو الاكس العادي برضو حلو في نفس الوقت، بس ده بيريح ده. فبتاع السلك دي بالذات تشتغل بلي عاده وبلي ايه وبلي رمان. فطبعا الاكس احنا بناكل الاكس اهو، ونيجي ايه الورده دي قرب عليا هنا. الورده دي مهمه اللي فيها بنز دي. البنز دي لما بتيجي تركب هنا في الاكس، الفرش نفسه فيه خرم، خرم صغير، ده لما بيبات في الخرم. احنا هنجيب لكم برضو في مره كده فرش واحنا بنركب الطرقات، هوريكم دي بقى دي فائدتها ايه. هي دي ان دي الورده دي لو انت مثلا مركبها كده ودخلت في الخرم بتاع الفرش، فرش جاي كده في فتحه صغيره في الحته دي، الخرم بيعشق فيها كده. بعمل انا في الحاله دي، انا بربط الايه الصاموله بتاعتي من هنا ومن هنا، واخد بالك، ودي ايه باتت. انا اللي ماشي من العجله الصاموله دي هوت كده مربوطه جامد، دي خلاص ثابته في الفرش مش هيقع. لو الصاموله دي هوت شويه كده، لو في اي عجله ثانيه ايه اللي بيحصل؟ العجله من المشي دي تقع، الطاره بتقع. الورده دي اللي فيها بنز ده بيخليش الطاره تقع، دي عشان يبقى متعلقه فين؟ في الفتحه بتاعت الايه؟ الفرش. خرم صغير كده معديه فيها بتبقى ماسكه الطاره كده، ما تقعش من ايه؟ من الفرش نهائي. فدي ايه النهارده، دي حلقتنا النهارده عن تركيب الفرش، اسف الاكس الرمان في الطار النيجر السلك. والسلام عليكم.